السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم نقدم لكم وجبة خفيفة ان شاء الله تعجبكم. كما مداري كما كنت تشوف عندنا كريمة سائلة، هاي وراها هي ديال الشقراء، فيها 25 لتر، وعندي زوج حبات بيض، عندي فرماج كاري، وعندي تانيك صدر تاع الدجاج، وعندي ليزيبيس كاين الملح، كاين الفلفل الكحل، كاين كيري، وكاين راس الحانوت. ودوك نبداو لكم التقديم ان شاء الله. بون، الحاجه الاولى اللي نبداو فيها، نبداو بسكالا مقطع مرصوات صغار. بون، نحو هادو كما تشوفوا الزايدين هادو يتنحاو، ما نخلوهمش فيهم. باش يطيب لنا ومن بعد تمتم. والله كنا تشوفوا يعني حاجة صغار، ماشي طاطا ومش كبار بزاف. ما تنساوناش بارطاجيونا في الفيديو، ديروا جيم هاهم كيفاه تقطعهم، وصفات كيفاه تقطعهم، صغار ماشي كبار بزاف. بون، هنا كما كنت تشوفوا راني قطعتو، هاو راهم مرصوات صغار هيجي باش ما طيب بيطيب تمتم يطيب لنا. نعم، بون درت 3 مرصوات تاع البولي درتهم دوكا على حسب البلاط تاعكم اللي هديرو نتوما. دوك هنا نحضرو، فوالا نجيبو المول تاعنا، ديرو زوج حبات بيض اللي وجدناهم، نحضرو لاصوص تاعنا اللي نواسوها لداخل معاها. عندنا شويه تاع زيت، نص شويه زيت الزيتون، ما نديروش بزاف، اللي ما حبش يديرها ما يديرهاش. مو باش تلقى لنا البنه كما راكم تشوفوا. بون، نخبطوها شويه. دوكا نديرو لاكريم تاع، نديروها لاكريم السائله كما راكم تشوفوا. وتجي البنة ما شاء الله تاعها ان شاء الله تعجبكم. سيوها وترجعوا لي الخبر ان شاء الله. هاي كيف تجي، يعني تجي ما شاء الله. وتاني قعدنا ليزي بيس وجدناهم، حطوهم لداخل. ماشي نديرهم انا مع البولي ديريكت، نحطهم مع لاصوص اللي نخدمها، ومن بعد نخلطهم مع البولي. ندرك انا نحطو البولي تاعنا لداخل. هنا ندرك هنا نخليوه، عندنا نخلوه 10 دقائق نخليوه باش يحكم البولي مع لاصوص مليح، ونحطوه في المول تاعنا، نخلوه 10 دقائق هكا كيما راكم تشوفوا، ونعاودو ليكم. بون، ما خلينا 10 دقائق او زاد شويه تقال شويه كيما راكم تشوفوا هاوليك. دوك نجيبو البلا تاعنا نحطوه لداخل، نحطو داخل البلا هنا كيما راهو هكذا. ودرك هنا نحطو الفورماج كاري كيما راكم تشوفو، نحطو هنا من الفوق، يعني تجي ما شاء الله جات البنة. دوك تنستو كامل الفورماج كاري اللي عندنا. المهم كيما راكم تشوفو هاني ستات فورماج كاري تاعي هنايا، نزيدو شوية فورماج رابي هنا من الفوق ومع لي كوتي، راه هكذا غير بالعقل برك، يعني على بالي دوك تسيوها تعجبكم ان شاء الله. شوية هكذا ونديروها في الكوشة تاعنا طيب. دوك يطيب لنا سكالور بيض مليح. بون، نشعلوها من التحت، كي نشوفوها طابت بيا حمار نشعلوها شوية من الفوق. هنا كيما تشوفوا هكذا،
دوك طيب نوري لكم ان شاء الله، نوري لكم النتيجه كيف خرجت. و كما كنتو تشوفوا راني وجدتو كيف جا ما شاء الله، يعني نقطع لكم مرصه تشوفوا كيف جا، يعني جا نخليكم نتوما تشوفوا كيف جا. مرصه صغيره وتشوفوا مازالو سخون، يعني حاجة واحدة أخرى بزاف. دونك نحط لكم بلا تشوفوه، يعني قد ما نصفكم البنة ما كاش كيفاه. هاوليك كيف يجي، يعني ما شاء الله. مو بصحتكم يا سيدي، رجعوا لي الخبر ان شاء الله. السلام.